السائلة ألف ميم عين من الجمهورية اليمنية من صنعاء بعثت سؤالين، تقول في أولهما: ما حكم من تزوج بطريقة البدل أي الشغار وقد مضى على زواجه مدة ولديه أولاد، هل زواجه جائز؟ وإذا كان غير جائز فماذا عليه أن يفعل الآن؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من حيث العموم نكاح الشغار ممنوع في الإسلام، وهو أن تجعل المرأة بدل المرأة بدون دفع صداق لواحدة منهما. كان يقول: أزوجك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك، أو أن تزوج ابني أو فلانا. فإذا كان زواج المرأة مشروطا بزواج امرأة أخرى من غير صداق فهذا هو الشغار. هذا من حيث العموم والقاعدة الشرعية. أما من حيث الواقعة المذكورة فالواجب مراجعة المحكمة الشرعية للنظر في هذا النكاح. نعم، أحسن الله.